ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقرة 2 على 1. تطوير المهارات التقنية للاعبين في لعبة كرة القدم من الحاجات المهمة لرفع مستوى اللاعبين وكفاءتهم، ودايما بنقول ان تطور اللاعبين بيرجع للنادي والمدرب، لكن بننسى حاجة تانية مهمة جدا، وهي شغل اللاعب على نفسه، وانه محتاج يطور من ادائه طول الوقت ويعرف ايه هي نقط ضعفه ويركز ان هو يحسنها ويقوي نقاط قوته اكتر، سواء في التمرير، الاستلام، او التسديد، او كمان المراوغة. وهنا بيجي دور الاكاديميات مدربين تطوير الأداء للاعبين، واللي بيساعدوا بشكل كبير جدا في تعليم الأطفال والشباب اللي بيحبوا الكورة، برضو بيعلموهم أساس لعب الكورة. فعشان كده عشان نتكلم عن ده ونفهم أكتر، معانا واحد من أهم مدربين تطوير الأداء. تعالوا نشوف مين معانا ونرجع تاني. زي ما شفنا معانا ومنورنا الكابتن احمد جميل، مدرب تطوير اداء اللاعبين. اهلا بيك يا حريف بقى الحريفه. اهلا بيكم في الاول، وان شاء الله تبقى حلقه كويسه كده على مشاهدينكم قناه النادي الاهلي ان شاء الله. اول حاجه بس عايزه ابتدي معاك، انت اصلا خريج ايه؟ وصلت في المرحله اللي انت فيها دي امتى؟ وليه ما كملتش في لعب الكوره؟ يعني حاسه ان في كواليس كتير قوي ورا الموضوع ده. في البدايه انا كنت لعيب كوره، كنت بلعب في وادي دجله. اولا كنت بلعب في نادي النيل. اوكي. احمد السيد لاعب النادي الاهلي كان بيلعب في نادي النيل زمان، وحسام عاشور على ما اعتقد. فانا لعبت في نادي النيل، قعدت 6 شهور، بعد كده رحت وادي دجله 2008. من 2008 لحد 2013 كنت متواجد في وادي دجله، لعبت منتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين. بعد كده رحت انبي ما شاء الله. بس حصلت لي بقى الوقعه نفسها، حصلت لي في دجله 2011. هي ناس كتير قوي كانت عايزه تعرف الموضوع ده، اللي انا بطلت ليه وانا اصلا سن صغير، انا 28 سنه. فانت ازاي انت لسه اصلا لسه بتقول يا هادي في الكوره؟ الجيل بتاعك كلهم نجوم دلوقتي. تريزيجيه، كهربا، احمد رفعت، كل الناس دي، محمود وحيد، ناس كتير قوي. ف 2011 انا كنت المفروض طالع الدرجه الاولى وادي دجله، ف نزلت اول تمرين مع الفريق الاول، لقيت نفسي الاداري بتاع النادي بتاع الفريق الاول لقيته بيقول لي انت مش هينفع تكون موجود لان انت عامل مشكله. طبعا انا مش عارف انا عامل ايه، لان انا بحب وادي دجله قوي، لان النادي ده ليه خير عليا واحنا صغيرين جدا. فمره واحده لقيت نفسي بيقول لي ان انت عامل حاجه على الفيسبوك، شاتم النادي على الفيسبوك. انا قلت له انا ما شتمتش حاجه. فلقيت انا طبعا اول مره اتكلم ديتيلز قوي، انا والله عمري ما قلت، انا كنت دايما بجري الكلام. لكن الناس ما تعرفوش ان انا اتوقفت سنه ونص، اتعمل لي فيك اكونت على الفيسبوك ان انا شاتم النادي. وكان المفروض العب اول ماتش، انا كنت فاكر ماتش غزل المحله، كان ساعتها الفريق الاول بتاع وادي دجله راح تيرن اوت، خدوا الفريق راح تيرن اوت، وفي ناس يبقى كل الناشئين بقى هتلعب خلاص. انا قلت انا خلاص انا طالع العب. لقيت نفسي موقوف سنه ونص بدون ذكر، ما اعرفش اي حاجه. طلعت الاداره فوق، قالوا لي ان انت عشان انت لعيب دولي فاحنا مش هنمشيك، هنوقفك سنه. قلت له انت توقفني سنه؟ طب ما هي سنه و3 شهور. قلت له طب ما تمشيني احسن. فانا طبعا صبرت. يوم ما رجعت بقى كان مدير القطاع عندنا كابتن علي بجريشه. معلش ممكن بس نقف عند النقطه دي، انت الـ تم ايقافك من قبل النادي ولا من قبل الاتحاد؟ لا من قبل النادي. من قبل النادي. ان انا طب اخش العب مع الناشئين اللي هي فرقتي مواليد 93. قال لي لا مش هينفع تبقى موجود اصلا في النادي. طب اروح اتمرن؟ فاللي عرفته بقى، انا توقفت سنه ونص، فاللي عرفته ان ابن رئيس النادي كان ساعتها مدير الشركه بدون ذكر اسماء، هو اللي كان ماسك النادي ساعتها. فانا ما لعبتش بسبب ابنه. دي انا الحاجات دي تحسها فيلم، لا ما كانش فيلم. هو ده اللي حصل فعلا. قعدت سنه وشهرين. يعني ايه ما لعبتش بسبب ابنه؟ هو ابنه بيلعب نفس البوزيشن بتاعي. اوكي. فطبيعي خلاص مش هتبقى موجود واحنا الاثنين ناشئين طالعين. الظلم بايا كان بقى تفاصيله. ده بقى انا لما رجعت بعد السنه وشهرين قال لي انت قايمه تانيه، دي في الكوره يعني انت فري. طب انت وقفتني ليه؟ طب ما كنت تمشيني احسن، طالما انت كده كده هتمشيني. ده بيسويك. فانا قعدت سنه ونص في البيت ما بعملش حاجه. بعد كده رحت انبي، بس الامور ما ظبطتش قوي يعني مع كابتن هيثم شعبان. وبعدين قررت تبطل يعني. رحت شويه حاجات كده، رحت المصريه للاتصالات، رحت بنها، رحت الكلام ده، بس حسيت ان الكوره مش خلاص يعني. انت البوزيشن كنت تلعب فيه كان ايه؟ انا كنت بلعب 7 و9 سترايكر وهاف رايت. حلو قوي. سترايكر 9 و7 هاف رايت وليفت برضه.
مفيش مشكله خالص. اوكي. ف انا كنت بطلت تلعب الكوره وقررت بقى تعمل ايه بعد كده؟ تتمر. قررت ان انا بقى اشتغل في الاكاديميات. اوكي. فاشتغلت في اكاديميه، حسيت ان انا مش لا عايز اخصص، يعني انا بيكون معايا 20 ولد في الاكاديميه وزحمه قوي، فانا مش حابب كده خالص. انا حابب ان انا ايه، عايز ابقى براحتي، عايز اشتغل 3 ساعات مع اللعيبه، 4 ساعات طبعا. حضرتك بيبقى ليك ليميت معين او وقت معين تخلصي طبعًا. فيه فانا كنت بزود الموضوع ده قوي، فقلت اشتغل برايفت. كان ساعتها انا ما شفتش، والله انا فعلا ما شفتش حد اشتغلها. انا شغال بقى لي 3 سنين، فالموضوع ده انتشر من بعد ما انا طلعت. انا ما كانش حد بيشتغلها خالص، ولا كنت بشوف بره، لان ساعتها السوشيال ميديا في الكوره بالذات في البرايفت مش ما بتظهرلناش، يعني احنا ما بنشوفهاش. اوكي. فانا قلت عايز اشتغل تخصصي شويه، اشتغل مع اللعيبه، اعمل الحركات اللي هي ايه، شويه ذكاء كده. ماشي. فالموضوع مش درست قبل ما تعمل ده؟ لازم تدرسي. بس هتدرسي ايه وازاي وفين، ده المهم. انا اشتغلت في ثوره، ايام الثوره. حلو. ايام الثوره دي الناس كانت بتخاف تنزل اصلا. حلو. دي حقيقه. كل واحد كان بيقرا في اوضته. انا نزلت في الوقت ده وعملت ريسك كبير قوي وعلى اهلي. نزلت في الوقت ده، انا كنت فاكر كنت بنزل اشتغل في كل الكومباوندات بتاعه مصر كلها. تخصصي يعني، اروح لكل ولد في الكومباوند بتاعه امرن لي كده حضرتك. وكنت بشتغل شقيت قوي في الاول، شقيت قوي، شقيت جدا كمان. بس فاشتغلت الموضوع ده بقى. الدراسه، موضوع الدراسه، انا كان في كورسات بتبقى اونلاين، طبعا كل الكورسات اونلاين، بس خلينا نكون متفقين، الموضوع ده كان ليه تيمات، يعني ايه، حاجات للتيم الكبير، مش اللي هو الفردي، مش التخصصي. مفيش تخصصي شويه يعني، دورت كتير وما لقيتش. فخدت الموضوع ده، لقيت نفسي ان انا ما بعملوش، لان انا محتاج تيم. انا بدرب ولد او ولدين او لعيب على مهاره معينه. الكورسات دي كانت خاصه بالتيم بس، وانت بتدور حاجه جماعيه، مش حاجه فرديه. مش حاجه فرديه خالص. هنا بقى زي ما تقولي ايه، كده كده الكتاب بيبقى فول ستوب، يعني كده كده الكتاب بيبقى في الاخر خالص في نقطه، لو انت ما كملتيش وطورت من نفسك فيه ملوش دعوه. فانا لا، انا قلت بقى انا عاوز اعمل واحد اتنين تلاته، وطالما في خيال خلاص الموضوع. وبدات وخدت الطريق. بدات. بدات. انت اتعرض عليك تدريب فرق من انديه مصريه. اتعرض. ورفضت. لا مش رفضت، هو اتعرض عليا من انديه بدون ذكر اسماء. ده اللي رفضت. عايزين نذكر اسماء. لا لا، مش هنقول اسماء. ما تعلوش مني. فانا ما رضيتش اصلا، انا ما رضيتش. ليه؟ لان هم بيكونوا عندهم تاسكس كده كتيره قوي، اللي هو لازم حضرتك ما ينفعش تروح تدرب لعيبه ثانيه. لا، ما ينفعش تقول لي كده. ما ينفعش تقول لي كده. اولا ده لو العائد كمان، انا مش بتكلم على العائد المادي خالص. وفي ناس كتير عارفه ان انا الموضوع الماديات ده مش فارقه معايا، على قد ما انا عاوز اطور شغلي وانشره بشكل اوسع. اوكي. فقلت له انا عايز اشتغل، انت حضرتك هتخصص لي لعيبه تدربها، لكن انا عايز، انا بدرب مصر كلها. فحرفيا الحمد لله مصر كلها. عندي كذا الاعمار كلها بتاعت النوادي. وفي كذا محافظه. انا عايز اعرف بقى، انت بتاخد معاك كام لعيب؟ ماشي. وبرده مين اسامي الناس اللي بتدربها دلوقتي؟ بياخد كام لعيب؟ طب خلينا في الاسامي، هم كتير جدا. بس ابرزهم، اقول ابرزهم عشان ما حدش يزعل مني. ماشي. اقول ابرزهم. يعني انا معايا شكري، معايا مصطفى محمد، معايا محمد شريف، معايا كريم فؤاد، معايا جون ايبوكا، معايا عمرو مرعي، معايا كريم طارق، معايا عبد الله بكري، معايا مين تاني؟ افتكر الناس. جريندو. والنبي خليني بس ناخد وقت طويل في الموضوع ده. معايا جريندو، معايا يوسف حسن زمالك، مهدي سليمان، معايا مهدي سليمان، معايا محمود حمدي، معايا عمر السعيد. لسه ما تقفلوش. انا بحاول. مين تاني شفت مين؟ طيب معايا. طيب احنا عشان نبقى في السيف سايد خليها مفتوحه. خليها مفتوحه عشان ابرز الاسم اللي انت بتدربها. لا كتير عشان بس ما حدش يزعل. انت لما بتيجي تدرب اللعيبه، انت ما بتدربش مركز نبيل ومصطفى فتحي. يا سلام يا جماعه. ماشي. عشان ما يمسكونيش وقت الحلقه هيخلص. احنا بنقول اسامي اللعيبه. مصطفى فتحي ويوسف حسن وناس كتيره. ناس كتير. فادي فريد. حلو قوي. واوباما. يا احمد استنى يا جماعه، خشوا عنده على انستجرام. احمد انت ما بتدربش مركز معين. اول بوزيشن. ده بقى. طب ما ده ايه؟ بص، ما انا قلت لك على الخيال. لا الخيال. انا كنت لعيب كوره حريف شويه. ماشي. اسم البرنامج. فانا كنت حريف شويه. فال بقى عندي شويه كده تريكات، هي دي اللي بقدر اعملها. واشتغلت في وحمدي النجاز، اشتغلت مع الناس دي كلها، فبقدر اعلمهم شويه حاجات تريكات. انا ما بحبش الكم، انا ما بحبش العك كتير قوي. هو اللعيب، عشان برضو الناس بتقول لك ان انا مدرب بدني وفيتنس، انا ماليش في الفيتنس ولا البدني خالص. انا مش مهامي، ومش ده اللي انا خدت فيه اي حاجه، ولا افهمه. انا راجل بشتغل على المهارات بس.
بس حصل عشان ما يقوليش ان انا بس بصيب واعور ناس، لا انا ماليش في الكلام ده. انا كنت عايز اسالك على ده. ايوه يعني بيحصل لغط كتير. انه اتقال انه كل اللعيبه او اغلب اللعيبه اللي اتضربوا مع احمد لا 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 بعدها مش كل اتصاب. لا 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 مش كل اللعيبه، وان هو بيزود عليهم وكلهم اصاباتهم قريبه من بعض. مين اللي قال كده؟ مفيش الكلام ده يعني. والله ما حصل. الاكونت بتاعه احنا بنقول اللي اتقال عشان انت تصلح. واحد من ضمن 300 مليون. مفيش الكلام ده والله. بص انا هفهم، انا هفهم الناس برضو شغلي. انا ممكن اللعيب يجي يشتغل ياخد مسافه كبيره قوي، يعني شكر نجيب كان بيجي لي من الاسماعيلي وكان بيبقى قاعد في الاسماعيليه عشان ياخد مثلا تمرين ربع ساعه. ماشي. طيب انا بسال ايه؟ انا اول ما بيجي لي اللعيب بعرف اخر 3 4 ايام هو عمل ايه؟ اتمرنت ازاي؟ الحمل كان قد ايه؟ النهارده عملت ايه؟ النهارده ما عملتش ايه؟ طب انت مجهد؟ طب انت وين؟ اسئله كتير قوي ليها علاقه باللي حصل. ليها علاقه بالاخر 3 4 ايام هو كان بيعمل فيهم ايه؟ بناء عليه انا ببتدي احط شغلي. طب شغلي اللي هو عباره عن ايه؟ ورم اب عادي عشان بس ما اتعورش، ملوش علاقه بالبدني. اوكي. يعني لما يجري 10 دقائق انا كده مش بدني، امال هيعمل ايه؟ بسخن بس. شويه حاجات كده فوت ورك بسيطه، بعد كده بيخش شغله. شغله بقى اللي هو ايه؟ كره فقط على اللي ناقصه بس، يعني ممكن التمرين تاخد نص ساعه بس. هم دول بيقولوا بيعور ومش بيعور. اوكي. مع ذلك هو مفيش حد عندي، اللعيبه كلها موجوده معايا وبيتفرجوا، مفيش حد عندي اتصاب الحمد لله، لان انا ببقى بصي، لان انا عارف ان اللعيب ده دوري ممتاز. طيب لو اتعور هيحصل له مشكله قبل ما يحصل لنا مشكله طبعا، لان هم هيقولوا له. فانا شغال في السيف سايد قوي بالذات مع لعيبه الدوري الممتاز. طب احمد عايز اسالك على حاجه، هل في نادي قبل كده هو اللي تواصل معاك وقال لك احنا عايزينك يا احمد تدرب حد من اللاعبين، ولا دايما اللاعبين هم اللي بيجوا لك من نفسهم؟ هم الاثنين، بس اللي رسمي قوي انا رفضت، لكن في اثنين، في اثنين مدربين، اثنين مدربين كبار جدا هم اللي كانوا بيتواصلوا معايا، يعني منهم كابتن ربيع سين ومنهم كابتن عماد النحاس. كابتن عماد النحاس انا كنت شغال معاه في المقاولين، بروح بالسيشن، هو كان عارف ان انا رقم واحد بالنسبه لي ان انا اشتغل بره مش جوه النوادي. مش جوه النوادي، انا ما بحبش يبقى يتقفل عليا باب، انا ما بحبش كده. يعني ما تبقاش بتاع مكان معين انت أنا بتشتغل. اشتغل براحتي، براحتي الوقت اللي انا عايزه، واشتغل واخد كم وقت طويل اقدر اساعد بيه اللعيب. لكن في النادي انت اخرك 7 دقائق او 3 دقائق، طب هتعملي في ايه؟ ولا هتعملي في حاجه. انت ليكي شغل معين. فكابتن عماد النحاس جابني المقاولين، وكابتن ربيع ياسين خدني مع المنتخب الشباب وخدني برضو البتروجيت، بس بروح هم عارفين جميل بالسيشن، يعني بروح اعمل كده لفلان الفلاني كذا. يوم في الاسبوع او يومين، لكن كل يوم لا 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 ماليش انا في كل يوم غير في شغل انا بس، ما بروحش نوادي انا يقول لي كل يوم واصحى الساعه 7 واصحى الساعه 8. مالكش في الروتين. انا شفتك قبل كده، شفتك قبل كده بتتكلم كنت بتقول انا لعيب الكوره اللي بيجي لي بشوف ايه الحاجات اللي هو شاطر فيها وبخليه شاطر فيها اكتر. صح. ما بشوفش الحاجات اللي ما بيعرفش يعملها واحاول اعلمها له. صح. انا عايزك تتكلم عن ده لان ده مهم جدا. بص حضرتك، انت لما بتيجي انت عندك شغلك الخاص بتاعك، انت لو وقفتي الليميت معين انت هتنسيه اصلا. فانت دايما بتطوري من كلامك. احنا معانا تليفون كابتن عماد النحاس. كابتن عماد يا كابتن معانا التليفون. الو. اهلا بيك. ازيك ازيك يا كابتن؟ منورنا. لا ده انتوا المنورين. الله يخليك. قناه النادي الاهلي وجميل منور يا محمد. كان نفسي من قدام مني شاشه بشايفكم يعني، لكن للاسف والله انا بره البيت فما فيش من قدام مني تلفزيون، لكن انتوا طبعا منورين قناتنا، طبعا قناه النادي الاهلي. تشرف فيك طبعا. الله يخليك يا كابتن عماد. انت ساكت يا احمد ليه؟ انا ساكت لان هنضحك انا وهو. انا عايزك تضحك. انا عايزك تضحك. كابتن عماد صباح الفل، صحيناك معلش. لسه كنا مع بعض امبارح. انا عايز اعرف ايه اللي انت شفته في كابتن احمد جميل. بص خليني اكلمك على جميل، مش عشان هو قاعد يعني، من يعني دايما الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلي المشوار بتاعهم في الكوره يعني مش كتير او مش كبير، ربنا بيديله ميزه في حاجه ثانيه. فدي اللي موجود عند جميل يعني. يقدر يشتغل على لعيب كويس، يشوف ايه اللي ناقصه ممكن يشتغل عليه، ايه اللي عنده كويس ممكن يزوده له. هو مهتم وبيدرس وبيشتغل على نفسه كويس وبيطور نفسه كويس، بيشتغل مع مراحل فنيه مختلفه، بيشتغل مع لعيبه كبيره، يشتغل مع ولد صغير. هو حابب الشغلانه ودي ميزه عنده. يعني هو حابب ان هو يبقى موجود في المنطقه دي بس، يعني يمكن ان الفتره اللي اشتغل معايا فيها واستعنت بيه ان ما كنتش حابب ان يبقى عندي لعيب هو طالع يزود بره، عايز اشوفه تحت عينيا يعني هو اللعيب ده بيعمل ايه وايه الشغل اللي بيتعمل له وليه لا ما استفادش انا منه كمدرب، وان الاختصاص ده او الراجل المتخصص في شغله ده يبقى موجود معاه في الجهاز. اوكي صح. لكن هو مبسوط بشغله يعني، وانا مبسوط ان هو حابب شغله، ان هو يبقى يعني كتير من المدربين شغالين نفس الشغلانه بتاع جميل. طبعا جميل عارف كده كويس، وكلهم اصدقائه كلهم معظمهم انا اتعاملت معاهم على المستوى الشخصي، سواء مع اولادي بالاخص يعني.
وكل واحد فيهم بيجتهد اللي هو شايفه. طب كابتن عماد، حضرتك بتشوف اهميه ايه، ان اهميه ايه، اهميه ان كل لاعب فعلا لازم يكون معاه مدرب او يطور اداؤه طول الوقت؟ هو انا اللي نفسي ان هو يكون الحاجه دي موجوده في الانديه، لان في انديه بتعمل كده بالفعل. يعني في انديه ان هي بتشتغل على الـ على الـ على الـ على الامور اللي ناقصه اللعيبه، لكن ممكن مع ضغط الماتشات، مع اللعب، مع المنافسات الكتير، مفيش وقت، ما يبقاش ما عندكش وقت. لكن ممكن لعيب مثلا، لعيب كان بعيد فتره، لعيب ما بيلعبش، لعيب مستواه نزل، لعيب حاسس ان انا كرومتي نزلت شويه، ليه لا؟ ما وفرهاش النادي، انا ممكن اعملها بره، بس بالزبط. انا ببقى حابب ان هي من خلال المدرب اللي هيمرنه بره. وانت طبعا معاكي بسم الله ما شاء الله نموذج محترم جدا من المدربين. دي شهاده كبيره دي عيبك. بمعرفه النادي، تمام، عشان ما يبقاش فيه، ويمكن بيراعيها دايما جميل في شغله، يعني اللعيب اللي رايح له هو عامل ايه، شغال ايه، تمرينك امتى، وقت الراحه عامل ازاي، عشان ما يبقاش فيه حمل زياده، ما يعرضش اللعيبه للاصابات. كل الحاجات دي انا بشوف ان احمد بيشتغل عليها بشكل كويس. مش اي لعيب هيجي لي كده همرنه وان يلا نتطور في دي، فاحنا ننسى النادي وننسى شغل النادي والحمل اللي موجود في النادي، فتبص تلاقي اللعيب ده فتره قريبه فات اتعور، يبقى احنا ما استفدناش ولا في النادي ولا بره النادي. بعد مقاطعتي الكابتن عماد، كابتن عماد هو اول مدرب حب الفكره دي، كان بيجيب لي شكري نجيب، كان بيلعب في المقاولين. كان هو دايما بيجيبه لي. كان انا كنت بخلص التمرين مع شكري، لازم ابعت له الفيديوهات احنا عملنا ايه وما عملناش ايه، عشان تتابعوا مع بعض. وهو كان مرحب جدا. يعني انا ما في مدربين بياخدوها بحساسيه شويه. لا، المدربين الشاطر قوي بتبقى عارفه ان كل واحد ليه حتته. طبعا يعني هو اللي بيعمل كل حاجه، يعني المدير الفني هو اللي بيعمل كل حاجه، يعني بس يعني بيدي ده حاجه عشان هو مش هيكون فاضي. طبعا. هو مش هيكون فاضي يعمل كل حاجه. يعني الحقيقه احنا عايزين نشكر كابتن عماد النحاس، حضرتك نورتنا، وان شاء الله تيجي تنورنا هنا في الاستوديو ان شاء الله. انا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا، دايما موفقين، دايما موفق ابو حميد. ربنا يبارك لك يا كابتن، ربنا يخليك لي يا كابتن، نورتنا. احمد، عايزين نروح لشق تاني الا وهو الجانب النفسي. هل انت بتلعب مع اللعيبه او بتدرب اللعيبه مهاري فقط، ولا بتشتغل معاهم على الجانب النفسي؟ وده يعتبر من اهم الجوانب. يعني ده اهم جانب. انا نفسيتي متدمره والله العظيم، اقسم بالله والله نفسيتي متدمره. يعني هم دلوقتي اللعيبه الصغيره اكتريتهم هم اللي بيضحكوا، مش الكبار، اللعيبه الصغيره. انا دايما كنت بقول حتى المدربين اللي معايا، انا طبعا شغال معايا مدربين هم اللي منجحيني، الاستاف بتاعي هم اللي منجحيني، كان زيزو ولا اسلام ولا كريم، الناس دي شاطره قوي ومساعديني، فلازم نديهم حقهم يعني من خلال الشهادات وقناه النادي الاهلي. فالموضوع النفسي انا دايما بفضل اقول لهم احنا اللي بيجوا لنا المعقدين المكتئبين. مش هيجي لك حد شاطر قوي شغال كويس، مش هيجي لك، خلاص هو شغال. ما بيجيلكش غير اللي مثلا ايه، ما بيلعبش، عنده حاجه، مشكله ثانيه، فيجي دايما. خلي بالك كل الكباتن بعد اللي انت قلته ده. أيوة. يعني كابتن بقى مصطفى محمد وكابتن مهدي سليمان وكابتن محمد شريف كلهم ثلاثه قلت عليهم كلهم معقدين دلوقتي. دول ماشيين كويس، ما الحمد لله دول ماشيين كويس، مصطفى ماشي كويس الحمد لله. فدايما انا طبعا انا بيبقى ليا دور ان انا بصاحب اكتر ما بدرب. انا بصاحب الاول عشان هو لو انت صاحبتيه هو هياخد منك الكلمه خلاص. يعني انا في اطفال صغيره ابهاتهم بيكلموني جميل، الواد ما بياكلش، اطفال. انا اقول له كل، يعني كل. خلاص هو هياخدها مني انا، فده لازم يحبني. فالموضوع الجانب النفسي ده انا بعاني، ببقى رايح بخمسه بس في المية، اروح التمرين هو خلاص انا ما بلعبش، المدرب ما بيلعبنيش، النوادي بفلوس، انا مش عارف اروح فين، وانا مش عارف اعمل ايه. طبعا انا ما باخد، بديله 5% بتوعي وبروح ميت والله. يعني بتقعد تشتغل معاهم على النفس؟ لازم اتكلم. لان انا لو ما اتكلمتش قبل التمرين مش هيقدر يتمرن اصلا، هيتعور. بالظبط. طب لازم ارغي. طب انت وديتنا لفكره التمرين برضو للاطفال، يعني انا معاك. بتعلم فئه عمريه من كام، وهل كل فئه عمريه بتوديها في تمرين معين او تقليل معين؟ انا معايا من اول 7 سنين ياسين، من اول 7 ياسين لحد مثلا كل الاعمار. من 6 سنين انا ما كنتش بقبل العمر ده شويه، بس بدات اقبل بيه عشان برضه ماشي. حلوه السن ده، تقدر تشكله فعلا. بالظبط بالظبط. انا شغلي بيبان اكتر على اللعيبه الصغيره جدا. صح، لان جداً. لسه ما عندوش ستايل وما عندوش مهاره معينه. هو اول لما بيصحى كده بيلاقيني انا في وشه، اللي هو بقول له البيزكس فوتبول الصح، فبيبتدي يشتغل عليها.
لكن جميع الاعمار او كل سن ليه حاجته وليه شغله وليه البدن بتاعه. بلاش زيت وتمر ولبن هنا الدنيا. طب انت مفيش كلام. احنا اتكلمنا عن انت ازاي بتتعامل مع اللعيبه. طب اللعيبه بيتعاملوا معاك ازاي؟ يعني ايه العلاقه اللي بينك وبين اللعيبه؟ بيتقبلوا بقى ولا بيبقى؟ بصي والله العظيم والله العظيم انا لما بروح شغلي اقسم بالله ببقى اسعد بني ادم في الدنيا. اقسم بالله انا عارف انه رايح انا خلي بالك انا بشتغل بالثمان ساعات. يعني مش مثلا ساعه وبمشي. انا 8 ساعات شغالهم متواصلين. ففي كل سيشن في مثلا 5 6 لعيبه. هزار وضحك واصلا ما فيش حد بيقول لي يا كابتن. يعني انا اسمي جميل ما حدش بيقول لي كابتن دي خالص. الطفل الصغير جميل انا هطلع اشرب ميه جميل انا مش عارف ايه ما فيش كابتن دي خالص. جميل للاسف وقت فقرتنا خلصت. اخيرا عايزك تقول لي اسامي لعيبه عايز تدربها تطوير اداء هنا في مصر وبره مصر. هنا في مصر تقريبا كله معايا الحمد لله. يعني اكيد في لعيب شايف انه لو بقى معاك اداؤه هيبقى في حته ثانيه. كله معايا. ايه ده الحمد لله. بس في اصل في ناس خلي بالك بمرنهم ما بقولش اساميهم ما ينفعش. فممنوع. لكن كله موجود مصر كله موجود. بره مصر بره مصر ما مش عارف. يعني ما جاش في دماغي ان انا اشتغل ان انا اضرب حد بره. راجل مستكفي. هو بس المحترف الوحيد اللي انا كنت عايز اشتغل معاه هو تريزيجيه. واشتغلتوا؟ لا لسه هنشتغل ان شاء الله باذن الله. لكن كله تمام كله تمام. انت نورتنا وانا بتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي. وانا بشكرك على اللي انت بتعمله لان هي حاجه محترمه. واكاديميات الكوره من اهم الحاجات اللي لازم تبقى عندنا في مصر بدل ال 10 و100 وبدل ال 100 الف لان هو ده مستقبل الكوره في مصر الشباب الصغيره. وكمان بالزبط. اللي انت بتعمله مع اللعيبه الكبار نورتنا وشرفتنا. الف شكر ليك. بشكرك. ربنا يبارك. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم حلقتنا.